إزازة قهرت فيروس كورونا وطالب البعض بالاحتفاظ بيها في متحف الكعب. مع بداية معسكر أمم إفريقيا 2021 ضرب فيروس كورونا معسكر منتخب مصر وتسبب في إصابة العديد من اللاعبين بالفيروس. محدش بقى عارف مين هيقدر يلعب ومين لا، وزادت الأزمات لما خسر منتخب مصر في المباراة الافتتاحية قدام نيجيريا بهدف. ومع تأهل منتخب مصر لدور الـ16 وقصاد كوت ديفوار بيتعرض محمد الشناوي للإصابة وبيخرج عشان يشارك محمد أبو جمل مستقبل معتم لمنتخب مصر في البطولة. ومع كل مباراة كنا بنضطر للجوء إلى ركلات الترجيح قصاد كوت ديفوار وقصاد الكاميرون وأخيرا قصاد السنغال، وفي كل مرة كان بيتألق أبو جبل وبيثبت إن خير خلف لخير سلف، ولكن ظهرت الإزازة اللي تصدى بيها لركلات الترجيح. طلع وقال إن الفكرة دي فكرة عصام الحضري مدرب الحراس وقتها. أبو جبل أثبت جدارة، صد ضربة جزاء قدام كوت ديفوار وصد 2 قصاد الكاميرون وصد 2 كمان قصاد السنغال في النهائي، منهم واحدة في الوقت الفعلي للمباراة من ساديو ماني. والفضل ورا كل ده كان لإزازة محتفظ بيها وكاتب عليها الزوايا اللي بيسدد فيها كل اللاعبين، حتى الضربات اللي دخلت في مرماه كان دايما بيروح مع كل كورة. بعد الخسارة من السنغال في النهائي شاف صحفي إفريقي الإزازة دي في الملعب ونسيها أبو جبل، وقال إن في رأيه الإزازة دي لازم نحتفظ بيها في متحف للكاف علشان نخلد العمل الكبير اللي قام بيه منتخب مصر في البطولة رغم عدم الفوز بيها.